في مترم 2 أبريل 2015 بيقول in the figure عندنا 900 كيلوغرام بوكسز on rough surface inclined at 30 degree، يعني عندنا ده 900 كيلوغرام البوكس ده وزاوية ميل المستوى 30 درجة وفي فورس 6240 نيوتن parallel to the incline is applied to the box، عمال ازقه لفوق. While the constant force F pushes the box a distance of 3 meter up the incline the velocity of the box changes. السرعة كانت 1.2 صارت 2.3. طيب بيقول لي find the work، قبل الاولاني find the work done by the force، يعني الفورس عملت قد ايه work، الwork بتاع الفورس بتساوي الاف ضرب دي، يعني الفورس اللي هي مديها لنا بستة اتنين اربعة صفر، بيقول لي اضربها في تلاتة وقول لي حاصل الضرب ده كام. طبعا سؤال صعب قوي، 18720، او عايز يعني يقول لو انت عارف قانون الورك بتاع الفورس اللي هو اف اف دي طبقه. بيقول لي كمان اديني ذا نت ورك دان اون ذا بوكس، النت ورك يعني الدلتا ورك اللي هي بتساوي بقى ايه، وكان عنده سرعه وبقت سرعه جديده وبالتالي تظهر في الكائناتك انرجي. دايما لما يسالني على النت ورك اللي اتبذلت عليه نقول ايه، نقول الفرق هيظهر في الكايناتيك انرجي اللي هو نص في الكتلة في 2.3 اللي هي السرعة الجديدة ناقص نص الكتلة في السرعة القديمة، ده يديني النتورك الصافي اللي احنا كسبناه من الهوسة دي كلها من الفورس ولو كان في فريكشن بيعاكس. طيب 450 في 2.3 تربيع ناقص 1.2 تربيع، فالنتورك اللي عندنا 1732.5، البوينت 5 ما تقربش لان في 2، لو كانت عدد فردي كانت تقرب طالما بوينت 5 بالظبط. طبعا مش مشكله قوي تعمل ايه الرقم ده او تقرب زي ما انت عايز، ده بالجو. يبقى كان طالب الورك اللي اتبذل بواسطة الفورس اف اف دي مباشر، خصوصا ان الاف موازية للحركة مش محتاجة تحليل. طب النت ورك كانتك انرجي 2 ناقص كانتك انرجي 1، يبقى كده خلصنا المطلوب الاول. في المطلوب الثاني بيقول لي هاو ماتش داز فريكشن هاو ماتش ورك، يعني عندنا هنا في فريكشن اهو اف ار هتعمل ورك مضاد سالب يعني، فعايز يعرفه كام، نعرفه نطبق قانون الكونزرفيشن اوف انرجي اللي هو بوتنشال انرجي واحد مع الكينيتك انرجي واحد والورك بتاع الفورس والورك بتاع الفريكشن، الاثنين دول من الواحد للاثنين. الكينيتك انرجي 2 زائد البوتنشال انرجي 2، هو مديني السرعتين يعني مديني ده نص 900 كانت سرعته 1.2 تربيع وصارت نص 2.3 تربيع. طيب البوتنشال انرجي لو احنا طبعا مفيش سبرينج، لو اعتبرنا الصفر هنا هتبقى الحته دي اتش اهي، الاتش دي بتساوي ايه؟ 3، طبعا ده المقابل يبقى ساين، يبقى 1.5 متر. فلو اعتبرنا ده صفر يعني مفيش بوتنشال انرجي عند الوضع واحد، الوضع الثاني هيكون عنده ام في جي في اتش، يبقى عندنا البوتنشال انرجي 1 و2 كانتك انرجي 1 و2 والورك بتاع الفورس اللي هو حاسبينه في الاول 18720، مش فاضل الا الورك بتاع الفريكشن اللي لازم يطلع سالب طبعا. هنسيب ده هنا ونودي كل ده هناك، يبقى 450 في 2.3 تربيع زائد 9000 في 1.5 ناقص 18720 ناقص 450 في 1.2 تربيع، اداني الجواب بتاع الفريكشن طلع بالسالب، الورك بتاع الفريكشن بتساوي سالب
تلاتة أربعة تمانية، تلاتة أربعة تمانية، وفي 7.5 هنقربها. تقرب أو متقربش مش مشكلة قوي. يبقى ده الورك بتاع الفريكشن اللي حصل أثناء البروسيس بتاعت زقة البوكس من سرعته صغير من 1.2 ل 2.3. زي ما احنا شايفين تطبيق مباشر لقانون الكونزرفيشن اوف انرجي، وكان قبلها شوية تجهيز للسؤال. يعني الحتة دي استخدمناها هنا، وده ده ناقص ده كان شوية دول، يعني كنت ممكن اديت دي من هنا بس كده الحسبة اسهل يعني.